انما مساله الاستثمار والكره بفلوس، ما هي دي جزء من الفوضى بتاعه المنظومه الرياضيه. يعني ان تتحول الانديه اللي كانت بتفرز نجوم لكل الانديه المصريه وبتحتفظ بنجوم ليها وهم بيمثلوا المستقبل، النهارده بيجي حد معاه قرشين بيحاول ان هو يديهم للنادي، وبعد كده بياخدهم من اولياء الامور او حاجه كده. ما هي هي نفس القصه كده، بيلمهم تاني من اولياء. فده جزء من الفوضى يعني. انما دي بتعكس برضو ايه، ان القطاع ده، القطاع ده مهمل ومفيش صرف عليه، لان لو المنظومه طبيعيه قطاع الناشئين ده هو القطاع الاهم اللي احنا كلنا طلعنا منه. اللي وانا في اشبال النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، التمرين اللي كنت بتمرنه والتغذيه اللي كنت باخدها والجلسات اللي كنا بنتعلم فيها يعني ايه احترام المنافس ويعني ايه جماعيه ويعني ايه عدم انانيه، الكلام ده كله اختفى.